يعني لما نشوف ان عندنا سيدة شاطرة مجتهدة بتدير منصب قيادي في وزارة حكومية ممكن نقول ان ده عادي وعندنا موجود، لكن لما تكون من اهم 50 شخصية نسائية او قيادة نسائية موجودة واثرت في الاقتصاد المصري بالتأكيد لازم نسألك هي بدايتك كانت ايه وازاي وصلتي بالمراحل دي كلها وازاي انت مؤثرة في الاقتصاد المصري. اولا بشكر حضرتك على المقدمة الجميلة، اتمنى اكون فعلا المقدمة دي يعني مسؤولية. انا سيدة مصرية بسيطة فلاحة كمان. أما أجي أقول فلاحة ليه؟ الفلاح مرتبط بأرضه، مرتبط ببلده، مرتبط اتربينا على الوطنية، بنحب بلدنا. الحاجات دي كلها وقت ما أنا بدأت بداياتي كانت ما كانتش سهلة، كانت صعبة. هو ده يعني أنا لما قلت كمان فلاحة قلت إن ده طريقك ما كانش سهل كمان، يعني خالص أنت لازم تكوني بنيتي نفسك بنفسك. خالص. أنا بدأت في أسرة كل اللي بيحكمها قواعد الارض، الارتباط بالارض، فكان بالنسبه لهم البنت دي يعني يمكن انا من القلائل في عيلتي اللي بعمل، ما فيش حد في اسرتي من النساء العاملات، لان هما بالنسبه لهم الست هي مسؤوله اسريه عن اسرتها، ودي التربيه، وبيأهلوها ان يبقى عندها كل المؤهلات انها تربي اولادها عشان تتجه للعمل. كان العمل ده ممكن تبقى مهندسة، ممكن تبقى طبيبة، ممكن تشغل مدرسة مناصب مدرسة. فكان فعلا الاتجاه ان انا التحقت بكلية هندسة جامعة اسكندرية وقعدت فيها سنة. في السنة دي اللي لفت نظري في كلية الهندسة كلها كان قسم الكمبيوتر. كان وقتها كان قسم الكمبيوتر ده انك بتخشي تلاقي دواليب بتنور وكروت وبتعملي بروجرامينج، ما كانش سهل، كانت عملية صعبة جدا. وبعدين في الوقت ده حسيت ان الطريق طويل، انا هقعد ادرس 5 سنين عشان اتعلم كمبيوتر، طب انا عايزه افهم كمان الدنيا فيها ايه. بس وقتها الكمبيوتر ما كانش ما متداول، كانش مش منتشر، معروف، ما كانش يعني معروف انت رايحة تشتغلي في العالم الآخر، يعني طبعا. مش عالم احنا عايشينه. وده اللي لفت نظري، لفت نظري ده عالم غريب، يعني ايه باينري، يعني ايه كود، يعني ايه زيرو وان، يعني ايه ديجيتال، كانت كلها بالنسبه لي اكسبريشنز صعبه جدا. اتجهت لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، أنا خريجة اقتصاد وعلوم سياسية، مش هقول سنة كام بقى عشان السن، لكن لا كل هو اللي مش أقدر باين أقوله عليكي مهما قلتي. هو كل اللي أقدر أقوله إن أنا في السنين دي كنت بدرس في معهد الإحصاء جامعة القاهرة، وأنا كليتي كانت في جامعة القاهرة بروجرامينج. ليه؟ أنا عايز أفهم العالم ده، وفي نفس الوقت أنا عايز أفهم الاقتصاد، الله طب العالم ده أشتغل بيه إزاي في الاقتصاد؟ إزاي إن أنا أعمل بيه إيه؟ اتخرجت، اما اتخرجت كان التحدي بقى الاكبر من عيلتي ان انا عيلتي شايفه ان انا ممكن اتعين في الجامعه، كنت شاطره، طب اتعين في، كان وقتها البنوك بقى لسه المصرف العربي، كل الحاجات دي كانت حلم لاي حد فاينانشال، وكانت بتدي بنفيتس، انا أو لا، الوزارات السيادية يعني. او الوزارات السياديه، يعني كان جاي لي تعيين في كذا حته حكوميه. في الوقت ده انا اخترت ان انا عايزه اشتغل عمل خاص وعايزه اشتغل في الكمبيوتر، وكان تحدي. إيه الجرأة دي؟ وبعد سنين طويله عيلتي اعترفوا ان انا كنت صح لا بس أنتي قراراتك جريئة، جدا. يعني الجرأة دي بطبيعة شخصيتك ولا كان عندك الوالد مثلا بيدعمك بشكل كبير ان النهاردة القرار اللي هتاخديه انا هقف وراكي علشان تنفذيه، ولا كنتي حاسة وبتخططي خطواتك، يعني انت شايفة العالم بره اللي احنا ما كناش شايفينه او اللي كل اللي كانوا في جيلك وقتها مش شايفين ان الكمبيوتر هيبقى ليه مستقبل وان احنا هنبقى في عالم اخر زي ما بنقول في صناعة تكنولوجيا المعلومات. يعني انا هعترف ان انا جايه من اسره كلها تقريبا معظم اللي فيها كانوا عسكريين، كانت تربيتنا تربيه منضبطه، فكنا بنتعلم ان احنا في لحظات ممكن نسمع الكلام لان دي بيبقى اوامر، لكن والدي كان متفهم، فما اقنعته بالطموح بتاعي، عشان كده هو ما قبلش ان دراستي الاساسيه تبقى الكمبيوتر، انها تبقى دراسه موازيه، وده اللي حصل فعلا. انا كنت بدرس اقتصاد وعلوم سياسيه لكن الموازي كان الكمبيوتر. انا قلت له ده كانه يعني انا شرحت له انا كنت بحب، كنت بدرس موسيقى في وقت من الاوقات كاني بدرس موسيقى، واقتنع بناء على كده. كان التحدي عشان الشغل، من اول يوم بدات اشتغل فيه كانت كل مصر بتفكر في الوقت ده، شركات كبيره زي IBM وزي بتفكر انها تبيع اجهزه. انا كنت دايما بفكر
الله الجهاز ده انا عايزه احطه فوقيه حاجه عشان يبقى ليه قيمه، طب الحاجه دي تبقى برامج. بدات فعلا من سنوات يمكن بعد التخرج بكذا سنه اتجهت للعمل الخاص، وبدات من اول الناس اللي بداوا يفكروا ان هم يجيبوا برامج من بره تتباع مع الاجهزه، وبدات ابقى شريكه لشركات كبيره زي اي بي ام وزي اتش بي في مصر واسوق لهم، بس وانا بسوق لهم كنت بحط برامج كمان على اللي انا بسوقه لهم. وبعدين بدات افكر حلمي بقى اكبر من كده، ايه البرامج دي؟ مين اللي كتبوها احسن مننا؟ هنكتب احنا برامج. بدأنا نكتب برامج. سنة كام؟ بدأت فعليا ان احنا نكتب برامج بنفسنا سنة 95. بس كل ده كان مازال عملك في القطاع الخاص؟ ده كل ده قطاع خاص. انا حضرتك كنت قطاع خاص لحد قبل ما اخد اشرف ان انا اكون في المركز ده في كرئيس هيئة للتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. حياتي كلها قبل كده كانت كلها عمل خاص. نجاحك في الادارة ووصولك لمنصب قيادي زي اللي احنا شايفينه دلوقتي، ده التربية العسكرية جعلتك صارمة في قراراتك؟ يعني النهاردة عشان تديري مكان لازم يكون ليكي فيه قرارات تنفذ. يعني احنا عارفين ان مشاكل الادارة في مصر ان المسؤول في كتير من الاحيان ما بيكونش صاحب قرار وعنده مشروعات وطموحات وخطط، بس ممكن ما يقدرش يطلعها من درج المكتب. في حاجتين طبعا اثروا فيا، في تربيتي، اكيد تربيتي العسكريه كان ليها من والدي ومن والدتي. يعني والدتي برضو ربنا يديها الصحه، هي ست اتربت تربيه برضو جامده، فكانت بالنسبه لنا كانت قرارات في البيت، لان والدي كان معظم وقته مش موجود وهي تقريبا هي اللي بتربينا، فالتربيه كان ليها عنصر رئيسي. العمل في القطاع الخاص كان ليه عنصر رئيسي كمان جامد، لان القطاع الخاص عنده اليوم بتمن، مكالمه التليفون بتمن، الاجتماع بتمن. لو ما كنتش ادخل الاجتماع واخرج منه عامله محققه هدف يبقى انا ما حققتش. كل العوامل دي علمتني، اتعلمت وما زلت بتعلم ان انا النهارده عشان اكلم حضرتك في التليفون لازم يبقى فيه سبب للمكالمه، مردود للمكالمه. عشان ادخل مع حضرتك في اجتماع لازم يبقى عندي هدف من الاجتماع ده عايزه احققه، واما اخرج من الاجتماع اتابع انا حققته ولا لا. طيب ده في القطاع الخاص. في القطاع الخاص. وده عامله ايه بقى في القطاع العام؟ والله انا معايا شباب حقيقه، انا مش حاسه ان انا في قطاع حكومي. يعني اولا احنا معانا وزير شاب وطموح وجاي من نفس مدرسه القطاع الخاص، فهو متفاهم جدا، فاحنا تحت قيادته قادرين ان احنا كلنا نشتغل وننتج. انا معايا شباب هنا في الهيئه، شباب هايل، مجرد ان احنا بدانا نحط اهداف عايزين نحققها حققنا. اقول لحضرتك بقى حاجات كتيره قوي حصلت الفتره اللي فاتت، يعني بننام في مشروع ونصحى في مشروع. طيب خلينا